إذا بلغك الله رمضان ورأيت هلال رمضان فادعوا مثل ما دعا نبيك صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان، وفي رواية بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله. إذا بلغك الله رمضان فاحمد الله تعالى واشكره على بلوغ رمضان. إذا بلغك الله رمضان فأظهر الفرح والابتهاج، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه بقدوم رمضان. إذا بلغك الله رمضان فاعقد العزم الصادق على اغتنامه وعمارة أوقاته بالأعمال الصالحة. عبد الله، تفقه في أحكام الصيام، تفقه في أحكام الصيام والقيام، فإن هذا مما يستقبل به العبد شهر رمضان. كذلك مما يستقبل به العبد رمضان بالعزم على ترك السيئات والآثام والتوبة من جميع الذنوب والإقلاع عنها وعدم العودة إليها. مما يستقبل به العبد رمضان أن يستقبله بفتح صفحة بيضاء مشرقة تدعو إلى التوبة إلى الله، التوبة الصادقة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر.